الورد والياسمين، صباح الخير والتيسير على أغلى أخوات، صباح الحب. اليوم عيد المرأة، كنتمنى لكل مرأة السعادة في حياتها، كل بنيتة السعادة في حياتها يا رب، كل أنثى كل أم السعادة في حياتها. الله يوصلكم كل ما كتمنوا يا رب العالمين. أخواتنا، اليوم جيت نوريكم واحد الجلابة اللي عاد وصلوني، جلابة دو بياس زوينة بزاف، شي حاجة في قمة الروعة، فيها هادي هاد التحساني، هذا سون مونش، ما فيش لو مونش ديالو، ديال الكم ديالو من هنايا، وهابطة كل عين وعقدة، هابطة عين وعقدة حتى لتحت، هكذا مخدومة بالصفر والغوزانديان والكحل، والتوب من التوب ما نعاودلكمش عليه، كما معروف عليا، يعني كنخدم بالتواب الملاح، سبحان الله، ما نقدرش نخدم بشي توب سكارسو، ما نقدرش الحاجة، ما نقدرش نعرضها، ما نقدرش نلبسها كاع، متلقايها عندي محطوطة، ولكن لأنني ماشي سولي صفاتة منها، ماشي فرحانة بها، لأن فلهذا ما نقدرش نلبسها أنا باش نعرضها نوريها للسيدات. شوفوا الأخوات شحال زوينة، شحال واعرة، أنا ما صبرتش عليها، عرفتي لبستها مع لي بوط. المهم هي المشاركة، عرفتوا دابا عرفتش كيفاش غادي نصور لكم، نشبه لكم كلها زعما فيها واحد الجمالية في الخدمة ديالتها، زوينة 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 بزاف بزاف. هانتوما نشوفو، ما فيها لا قب لا والو، هذا بحال تقولوا دفينة، بحال تقولوا دفينة وقفطان وبلا قب، يعني راه ماشي، غاديش نسميوه جلابة، لأن الجلابة المغربية المعتاد عليها هو القب، هذيك هي الجلابة المغربية، هذا كتسمى دفينة بلاك مايم، وعندها هاد القفطان المحلول من الفوق، وانما كتقدري حتى تخرجي بها، لانها ما فيهاش داك، ما فيهاش كيف غنقول لكم، غتمشي بها غدا، غتمشي بها عشان شي ناس، تمشي بها طلعي بها خرجه هكا. انا بعدا نلبسها، انا بعدا نلبسها في المكان، هاد النوعيه هادي نقدر نجي تنخدم بها انا بحال هنايا في المحل ديالي، نقدر نجي بها هكا مع لي بوط. ها نتوما شوف جات، شفتوا متى مع لي بوط جات مزيانه، لانها جات لحد في القد، ولما ديت هادشي كيبغي بليغات، يبغي سنادلات مزيونين، زوينه بزاف لواحد الدرجه كبيره. انا نوريها لكم الاخوات، في نوريها لكم في لون اخر، نوريها لكم في هذا اللون الاخر، شوفوها كيف دايره في هذا اللون الاخر، هذا في هذا البلوات، هذا الازرق الملكي اللي انا ما كيمكنش ليه يخطاني، ما يمكنش يخطاني هذا الازرق الملكي، انا عندي في كل شيء سبحان الله، في جلالب، في قفاطن، في تكاشط، فاش ما بغيتوه كيكون عندي، حتى من الاسدالات كنجيبهم في الازرق الملكي، اتقوم الصلاه، يعني عزيز عليا، كيعجبني وكيجيني حتى زوين في اللباس ديالو، انا هذا الازرق الملكي كيعجبني بزاف، يعني كيعجبني في اللباس، وكيجيني كيتواتر مع كل شيء، راه كيبان بانه صعيب في باش تواتي، ولكن لا راه ساهل في باش تواتي، راه ماشي صعيب. لما ها نتوما شوفوا ها الكحل ديالو، ها الازرق ديالها زوينه بزاف، شي حاجه زعما الطوب. دابا انا باش غادا نحبس الفيديو، عاد نعاود ندير لكم، نقطع الفيديو، ما غاديش نعرف المونطي، باقا ما كنعرفش المونطي السيدات، راكم كما نتوما عارفين، حيتكم عاد مبتدئه في اليوتيوب، راني محني ما نعاود لكمش، كشاش كنت عطلع لكم في الفيديوهات، كيعذبني في، اما التيك توك لا، التيك توك لا عندي، ولا عندي يعني حاجه، كنت نقول لي راسي نوض تيك توك، وصراحه طلع تيك توك مسهل كل شيء. المهم الاخوات، احبكم في الله، اللي شفت الفيديو ديالي تخلي لي تعليق، تعليقكم كتهمني تحفيزيه، او يعني باش ما كتكون الصراحه، فهمتوني الاخوات، المهم تكون الصراحه وخلاص، يعني يا زوين يا خايب، تعليقكم كتهمني وبزاف. اللي ما دايرش ليا ابوني، ديرها لي في القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا بكم، صباحكم مبروك ونهاركم سعيد، وعاوتاني نقول لكم كل عام وكل سيده وكل انسه وكل ربة بيت، كل السيدات، كل انثى، وانتم بألف ألف 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 خير، كنتمنى لكم السبنية والآخرة، صباحكم مبروك.